الفقراء هو كركو كل المناطق أكو. فقراء ماكو لا زنقيل لا فقير، كلهم فقراء من ينزلون على القبر، لا يباوع على الزنقيل لا يباوع على الفقراء. سعر طفل سنة وسنة ده نشوفهم جاي يحفرون 25 ياخذ، نعم، بس الكبير 125، بالليل من يصير شوية أنا أقول لك 140 يسوونه، 125 130 على الضمير مالي. ذا أخوي الشام كنا نحفر، جينا نشيل القبر، أكو حرمة متوفي هنا، الصبح من نزلنا ريحة طيب حيل طيب يجي، بس ما نعرف من هذا القبر. من شلنا للقبر نشيل التراب أزيد صار الريحة حلو طيب. والله قلت له خل أخوي أسأل من عنده شنو هذا الدي، يعني أكو قبور من حافرينه من نشيل التراب ماله ريحة نشده، بعد مرات نشد وجهنا الريحة هيك يعني مو طيب، بس هذا الحرمة ايش قد ما يطلع الدخ هذا التراب ماله ناخذ ازيد يصير وطيب ريحة حيل طيب. يعني قال هذا حرمته ما يصير له جهال، يعني عمر وياه، يقول عنده طبيعة كان حلو، يقول هو خياطة يخيط ملابس مع النساء، يقول أول مرة من يعلم البنات على الخياطة، يقول كان يعلمها على القرآن بعدين يعلم على الخياطة، يعني أصلا بالخوف يجون يدفنون، يعني نشوفهم إحنا أكثر شيء بالمصلى نشوفهم يدفنون كل المكان. شي يدفنون السحر مثلا، يعني على كل واحد شوف شي يسوي السحر المن أكو ناس أكثر شيء تدمير البيت، يعني إذا نشوف يعني موجود هذا الشيء دوم. بس ما يجون علينا؟ لا ما يجون علينا، وإحنا هم ما نقبل، يعني نحب الحكومة هم يشوفوا هنا حيل أكثر شيء السحر موجود هنا. والله ما شفت الحد الآن، يعني أقول لك كل المناطق شفته ما شفت هذا الشيء. أنا الليلة أفوت بي ساعة بالوحدة بالتنتين بالثلاثة بالأربعة بالخمسة صبح كله فايد بي الوقت، يعني ما شفت لا صياح لا فتشي، يعني ما شفت الحد العام.